هذا العام نحونا جلده كما يقولوا التوانسه. شتي هذيك تاع الشاورما وين تولي الدور بيعطوها بالسيف هكذا، حنا هكذا وين الدور يعطيك هذه 3 دينار هذه 7 دينار، وحنايا على بالك 1 دينار تونسي ب 7000، يعني تخرج معك 10 ملايين جزائريه تضرب دوره العشيه تلقى جيبك فارغ. الا كان الجزائريين اللي يعني اللي راح يدخل يحد يعاود يولي صعيبه بزاف. جينا اول مره والحمد لله وصلنا، يعني كانت شويه الظروف والطريق شويه مع الحرائق وكذا في الحدود ودخلنا الحمد لله. اما كاين امورات يعني تاسفنا عليها على الاسعار كما قلتي، كما نقولوا احنا قرعه ما تقولوا دبوزه ما، تقريبا كاين مرات حتى وين تلحق 20000 بدراهم نحنا، يعني كاين شويه مام في الاوتيلات اسعار شويه فيها شويه مبالغه. احنا الجزائريين تعودنا على تونس، انا اول مره، ولكن كاين خاوتي كاين لافامي جاو كانت اسعار مليحه وكانت معامله مليحه، المعامله كاينه يعني مليحه، يعني الناس تعامل بيان التونسيين ديما خاوتنا وديما احبابنا وتحس يعني كاين محبه، ولكن الاسعار بزاف بزاف عاليه هذا العام. وما شكيتش لكان الجزائريين اللي يعني اللي راح يدخل يحد يعاود يولي صعيبه بزاف صعيبه بزاف. مادام انت اقترحت عليه ديول تونس؟ اي انا اقترحت عليه ديول تونس. شنو يعجبك في تونس؟ هما الفين نشوفوا هكا الفنادق مليحه، مناطق سياحيه شابه، كل شيء مليح. علاش اقترحت عليه تونس بالذات ما اقترحتش عليه تركيا مثلا؟ هي تونس تقريبا نجو مع لي زونفون اي تو بالسياره تاعنا، رانا جينا مش كيما الترك لازم نشبهوا في العادات في اللغه تقريبا، العادات اللغه تساعد، كاين امور تساعد. هي تونس يعني بالنسبه لي الجزائري، انا جزائري تونس ولا المغرب ولا وكل خاوه، يعني تشابه العادات التقاليد، كاين امورات كبيره تساعدنا احنا كمسلمين. تركيا مليحه للسياحه ولكن فيها امورات صعبه باش تدي معك الاولاد وباش امورات اللغه وكذا صعبة التعامل، ولكن هذا العام نحونا جلده كما يقولوا التوانسه. وين الدور يعطيك راهي شوفي وين الدور، شتي هذيك تاع الشاورما وين تولي الدور بيعطوها بالسيف هكذا، حنا هكذا وين الدور يعطيك هذه 3 دينار هذه 7 دينار، وحنايا على بالك 1 دينار تونسي ب 7000، يعني تخرج معك 10 ملايين جزائريه تضرب دوره العشيه تلقى جيبك فارغ. ان شاء الله يراجعوا شويه الاسعار ولا يديروا امورات يعني سيرتو في لي زوتيل يديروا معامله خاصه للجزائريين كما كانت بكري، خاطر كانت الاسعار للجزائريين كان بري سبيسيال، ولكن هذا العام ان شاء الله يداركوا الامر باش نوليو بقوه العام الجاي ان شاء الله. مشيتوا للبحر ولا؟ رحنا للبحر، رحنا للحمامات، رحنا باتو بيرات، رحنا كنا في السوق هنايا تاع السوق العربي، رحنا لسيدي بوسعيد، ومازال نزورو ان شاء الله بنزرت وسوسه ان شاء الله، ان شاء الله نضربوا دوره كامله. احنا مازال رانا عندنا اسبوع ومازال نزيدوا اسبوع ان شاء الله. ايش رايك في سيدي بوسعيد مدام؟ الله يبارك، تب المناظر جميله والبلايص نقيه وحتى البلايص ملاح ونقا ولي زوتيل شابين ثاني تما والمناظر شابه ولا فيو كاع شابه ثما. والبحر؟ البحر شباب ثاني ثم يهبل. نسيتكم شويه سيدي بوسعيد في الجزائر ولا؟ نسيتنا بيان سور نسيتنا في الجزائر. بقات المشكله الوحيده هي غلاء الاسعار. الاسعار زعما هكا تحبي تشري دي تخيك دي غوب ولا هكا تديهم معك كادو ولا ما تقدريش بزاف الاسعار طالعين. مام لي زونفون تحبي دي لهم هكا دي سوفونير ولا الاسعار بزاف طالعه. ما لقيتوش صعوبة في شوية في الكلام التونسي؟ يعني كلام جاكم غريب شوية بيزار. والله دوكا مع الإعلام ورانا نشوفوا في شبكة التواصل والتلفزيون اللهجة التونسية تقريبا ما من التوانسة متعودين على اللهجة الجزائرية، ما كانش مشكل في اللغة وفي اللهجة، تقارب كبير، مشكل أسعار. هذا هو المشكل، احنا المشكل أسعار فقط، أما مشاكل تاع لغة وكذا وتعامل رانا ما شاء الله يعني خاوة تقريبا كانك في الجزائر. مادام كلمة جاتك غريبة شوية ما نجمتش تستوعبها في تونس؟ كلمة تفرهدوا، تلاقيت تونسية قالت لي نمشوا نتفرهدوا، قلت لها ما فهمتش، وما ديكات قالت لي شرحت لك شغل
يستمتعوا الجو. فوالا هكا يستمتعوا يبدلوا الجو، هذا ما كان. كلمات الاخرين مليح نعرفوهم، مالفين تفرجوا الحصص تاعكم تاع التوانسه وقاصه بديغ نفهموا شويه. سافا شكرا، يعطيكم الصحه، يعيشكم يعيشكم يعيشكم.